طيب في نفس الوقت برضو انت انتجت اغنيه او عملت اغنيه لريان الطفل المغربي. الطفل المغربي اتكلم عنها. انا فاكر الاعلام المغربي في ذلك بشكل الوقت كبير وانا فوجئت اصلا بصحفيين مغاربه كتير جدا بيكلموني ونزلت على موقع هيسبريس، ده من اكبر المواقع في المغرب، وكلمني صحفيين مغاربه كتير جدا وفي ناس كلمتني ان انا اروح المغرب تكريم في المغرب بسبب الاغنيه دي. انا فوجئت كمان يا كابتن اسلام بالكومنتات على اليوتيوب من المغاربه، ازاي كلمات زي دي بدات الناس بشوف الكلام اللي هم بيقولوه عن المصريين ومصر الحضاره ومصر التاريخ. هي دي وفعلا دي الصحيفه المغربيه اللي كتبت عن هاسبريس. فانا كنت سعيد جدا بردود الافعال، ان اغنيه ممكن توحد شعوب، ان كلمات ممكن تحبب الناس فيك، ان كلمات بتقول على مصر تخلي الناس المغاربه يقولوا على مصر، مصر دي فعلا بلد الحضاره، مصر بلد راقيه جدا. كنت سعيد جدا بده. وفي دعوه جات لي من المغرب ان انا يتم تكريمي هناك، وجالي دعوه هنا من السفاره المغربيه، فانا سعيد جدا ان الرساله بتوصل، وان انت بتعمل عمل انت مش مدرك ان العمل ده هيحقق النجاح ده، لكن لما بيحقق النجاح بحس ان انا لا انا وكاتب حاجه ماشي صح. لشهدائنا في الجيش والشرطه ده مين اللي قال لك بقى كل ده؟ ما احنا لازم نعرف. انا كتبت حاجه كلنا كده برضو احنا بنتكلم في الامور دي. كتبت حاجه عن الجيش لما اتفرجت على يوم الشهداء المسلسل بتاع احمد المنسي، مسلسل الاختيار، في الحلقه اللي هو توفى فيها كانت حلقه 28 اعتقد. كنت قاعد انا العالم العربي كله كنت قاعد انا وبناتي ومراتي بنتفرج. عندك كم بنت؟ عندي خديجه وجويريه ومؤخرا علي يعني. ربنا يخليهم لك. فكنا قاعدين وبناتي دلوقتي، خديجه اعتقد كان عندها 8 سنين في التوقيت ده، وجويريه 7 سنين، هم مع ورا بعض يعني. فلقيتهم بيعيطوا، اطفال مش فاهمين حاجه وبيعيطوا لما احمد المنسي في المسلسل استشهد. والله العظيم يا كابتن اسلام فجاه لقيت نفسي بكتب. فكتبت الكلام ده، كل ما اجي اقول لحد من اصحابي الكلام ده يعيط يعني. اجي اقول عليه الكلام فيعيط. فانا هقول لك جزء مختصر منها. بتقول: يلي عينكو على بلادي، الف حصوه في عينكو عادي، جاي لي خير بيك نطير، لو بشر ليك نعادي، قبل ما تفكر تجينا شوف تاريخ اللي يعادونا، من يهود لتتار وغيرهم كان مصيرهم اسرى لينا، جيش رهيب ما يهزهوش، صوت رصاص ما يخوفوش، جيش بطل مليان وحوش مهما كان ما بيخلصوش، في المحن واقفين اسود ليل نهار حاميين حدود، مكملين عهد الجدود ورافعين شعار يحيى الصمود، جيشنا دايما كان معانا، عاش بطل شال الامانه، ما تخافوش يا اللي في حمانا، جيشنا سد واقف ورانا، مهما حاولوا يفككونا او في جيشنا يشككونا، شوفوا مين واقف في سينا وكل يوم بيودعونا، كل يوم بيروح شهيد يجي بعده شهيد جديد، يوم رحلنا بيبقى فرحه مع ابتسامه كانه عيد. جميلة جدا. ايه الجمال ده حبيبي؟ ايه الجمال ده حبيبي؟ والله انت بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة حلوة جدا والله. الموضوع جه باي لك كده. بس لما بكتب حاجة بلاقي في رد فعل ليها محترم. طبعا انت خليتني احرق حاجة، بس انا اديتك جزء منها. بس يعني عشان خاطر عيونك يعني. اصل يوم الشهداء كان من كام يوم يعني. فكان احنا بلد برضه يا كابتن اسلام، احنا في بلد يوم الشهيد، في بلد لو انت ما بتعرفش تكتب هتخليك تكتب بجد والله العظيم. الكلام ده مش كلام بقى مجاملات ولا كلام. عندنا حاجات مصر كتير جدا. مصر حلوه قوي. مصر عظيمه بجد طبعا. لما بتشوف الناس يعني، كوفي لما كان هنا، محمد كوفي لعب كتير هنا في مصر 15 سنه وهو ماشي كان بيعيط، عامل لايف في المطار بيعيط بيقول انا نفسي اموت في البلد دي واندفن في البلد دي. فتخيل ده مش مصري بيقول كده على البلد دي. كل الناس، راينر تسوبل لما مشي اليوم اللي كان ماشي فيه كان بيعيط بالدموع. وده راجل المفروض يا سمير ده تنزل هنا ما شربتش من نيل. لا بلد بلد. انا كتبت يعني كتبت حاجه عن مصر برضو. بتقول: عروسه يا مصر وساكنه في قصر عيون الكل بصاله، ويشهد ربي بجماله، وعنها قال في قرآن وداخلها الكل بامانه، تهوني الدنيا بجمالها واموالها ولا تهوني، يا دمعة ساكنة في عيوني بتنزل لما أحس بخوف، وخوفي عليكي مش على حد بيتحول في وقت الجد سلاح آلي، عظيمة يا مصر وحبي ليكي راس مالي، أنا بحبك أكيد مجنون قصادك كل شيء بيهون، فداكي يا مصر أهلي وناسي، فداكي يا مصر 100 مليون. فمصر تخليك تكتب، تخليك لو انت ما عندكش الملكه دي، لا مصر تستاهل مننا كل خير، وتستاهل ان احنا نحبها، وتستاهل ان احنا نضحي، وتستاهل ان احنا نكتب عن الشهداء اللي بجد هم رقم واحد في البلد دي، هم اللي بيضحوا بارواحهم، بيضحوا باغلى حاجه، ما فيش اغلى من الروح، هم بيضحوا بارواحهم عشاننا وعشان ولادنا وعشان احنا نعيش في امن واستقرار. فتحيه للشهداء، وزي ما حضرتك كنت بتقول فعلا الكلام ده طالع والله العظيم طالع من القلب فعلا. طالع بكل اخلاص وصدق لان هم يستحقوا ده طبعا، يستحقوا الحقيقه يعني.
رجعتنا ذكريات الاختيار، وان شاء الله في رمضان بقى نشوف الاختيار ثلاثة ويبقى حاجة جميلة ان شاء الله.